السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أنا ليزي ونمر الوردي. اليوم معنا بنعمل طير من الطيور الغاضبة، الطير الأحمر. مكوناتنا هما فتاحة الصلصال والسكينة حقنا اللي فيها قياسات عشان نعرف نقيس. هنا معانا هذا الشكل، معانا هنا الصلصال الأحمر والصلصال الأبيض، الصلصال الأصفر والصلصال الأسود. بناخذ الصلصال الأحمر ونحطهم على جنب، بنجيب الفتاحة الصلصال وبنفتحه. ضروري تكون دائرة كبيرة. كملنا نفتح، بنجيب اللون الأبيض وبنفتحه. الآن كملنا نفتحها ونطرحها. الحين ضروري نوصل الأبيض لمن تحت، وهنا الأحمر بنقصه زيادة. قطعنا الأحمر، الحين نخليه يبان أبيض. والآن بنجيب اللون الأصفر عشان المنقار ونفتحه. والآن كملنا نفتحها ونقطع الفوم، نعمل شكل مثلث. والآن بعد الزوائد الآن بنعمل خط في الوسط. والآن بنطرح الفوم. والآن بنجيب العيون، هذول العيون بنفتحهم. والآن بنطرح العيون. والآن بنطرح العيون. بنجيب الشعرات بنفتحها، واحدة تكون طويلة واحدة تكون قصيرة. والآن بنجيب الشعرات. والآن بنجيب الحواجب وبنفتحها كذا. والآن فتحناهم، نقطعهم من على جنب بعد الزوائد ونفتحهم شوية ونطرحهم. الحواجب كبيرة، نزيد نقصها. الآن الحواجب تمام. والآن بنفتح الذيل. والآن بنفتح الذيل، كملنا نفتح الذيل، نلف على الذيل، نقطع واحدة طويلة، واحدة ثنتين قصار، من جهة اليمين ومن جهة اليسار.
لسه جذال. والآن أصبحت عالية فوق، بنزلها تحت. والآن انتهينا من فعل الطيور الغاضبة الطير الأحمر، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا. وإلى اللقاء، لا تنسوا أن تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. إلى اللقاء.